مشاهدي قناة سي تي في كل مكان، مساء الخير، برحب بيكم وحلقة جديدة من برنامجكم صحتك. موضوعنا النهاردة موضوع مهم جدا وبيحير ناس كتير، النزيف الأنفي. ممكن حد مثلا يبقى عنده ابن أو بنت في المدرسة يلاقوهم إنهم جالهم نزيف أنفي فبيتخضوا جدا، أو في البيت حتى، أو الناس الكبار بيجي للأطفال والصغيرين وأسبابه مختلفة، وبتتراوح ما بين أسباب بسيطة جدا لأسباب خطيرة. مش عايزين الناس تخاف، لكن في نفس الوقت الموضوع مهم وبيستدعي استشارة الطبيب، هو اللي بيقدر يفرق ما بين الأسباب البسيطة والأسباب الخطيرة. إيه هي أسباب النزيف الأنفي وكيفية التعامل معاه؟ ده اللي هنعرفه النهاردة مع ضيفنا اللي بيشرفنا، دكتور أيسر بسالي، استشاري طب وجراحة الأنف والأذن والحنجرة والبورد الأوروبي لعلاج الشخير واضطرابات النوم بإيطاليا. مشاهدينا، هنبدأ معاكم حلقتنا، ولكن انتظرونا بعد الفاصل. دكتور أيسر بسالي، استشاري الطب وجراحة الأنف والأذن والحنجرة، حاصل على البورد الأوروبي لعلاج الشخير واضطرابات النوم بإيطاليا، استشاري علاج وجراحات الأنف والجيوب الأنفية وقاع الجمجمة بالمنظار الجراحي والمناظير التشخيصية والجراحية لأورام الحنجرة والأحبال الصوتية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية، عضو مؤسس بالجمعية العربية لجراح الأنف والجيوب الأنفية ومناظير الجيوب الأنفية، عضو مؤسس للجمعية المصرية للحنجرة والشخير واضطرابات النوم. له العديد من الأبحاث التي تم نشرها بكبرى الدوريات الطبية لجراح الأنف والأذن على مستوى العالم. شارك في العديد من المؤتمرات وورش العمل المحلية والعالمية داخل مصر وخارجها، ومنها مؤتمر الأكاديمية الأمريكية لجراح الأنف والأذن. عنوان العيادة 50 شارع سيدي جابر، محطة ترام كيلوباترا، الحمامات، الإسكندرية. تليفون العيادة 012-760-103-98. عيادة الدكتور أيسر بسالي جميع الخدمات الطبية والفحص الطبي لأمراض الأنف والأذن والحنجرة بكل دقة، وأيضاً باستخدام البنج الموضعي، ويوجد داخل العيادة مناظير الحنجرة والأحبال الصوتية لتشخيص حالات بحة الصوت وأمراض الحنجرة، ويتم تشخيص الأذن بالمنظار التشخيصي المناسب. وبالعيادة أيضاً أحدث أجهزة رسم السمع وضغط الأذن لتشخيص جميع حالات ضعف السمع والارتشاح المائي خلف طبلة الأذن، وكذلك القياسات الدقيقة لعمل السماعات الطبية لمرضى ضعف السمع. أنا عرفت دكتور أيسر عن طريق ناس قريبنا، في ناس كتير عندنا في العيلة عملوا عمليات عنده، عندنا هنا على طول باستمرار الدكتور بيتابع معنا. أنا جربته كمان في كشفين قبل كده عن طريق ودني وعند الجيوب الأنفية، لأن هو دكتور شاطر في موضوع المنظار اللي عنده. أنا بنتي دايماً كانت بتعاني من رشح في مناخيرها، وعلى طول بقها مفتوح وهي نايمة، كانت دايماً أدوار برد متكررة كتير، فعانيت جداً جداً ولفيت على دكاترة الأطفال كتير، كل دكاترة الأطفال كانوا بيكتبوا أدوية طبعاً للبرد وحاجات عادية، لكن وسألت قعدت أسأل كتير، طب أنا يعني المشكلة مش بتروح، المشكلة لسه مستمرة، الرشح وعلى طول فتحة بقها وهي نايمة. فطبعاً دي حاجة كانت مضايقاني جداً، مش عارفة تاخد نفسها طبيعي. ولما سألت وجهوني يعني سألوا لي على دكتور أيسر، رحت له، وأول ما كشفت عليها طبعا عارف المشكلة على طول، وقال لي لا ده مش برد ولا حاجة، دي حساسية مزمنة في الجيوب الأنفية، ودي بناخد لها علاجات لغاية إن معين، وبعد كده لو ما
رقتش يعني وما خفتش بنتدخل جراحيا، لكن نشكر ربنا هي اتحسنت كتير كتير بالعلاج والحمد لله. نشكر ربنا ومرسي للدكتور ايسر. طبعا بالنسبه لحاله الطفله لافينا زي ما مامتها بتقول ان عندها رشح مستمر ما بيقفش، ودايما مناخيرها مسدوده ودايما بتبقى فاتحه بقها. طبعا هي دي طفله يعني نموذجيه للحساسيه بتاعه الجيوب الانفيه، ودي حساسيه بتبقى مزمنه شويه وبتبقى في عامل وراثي عائلي من الاسره من الوالد او الوالده او الجد او الجده. لكن في الفتره الصغيره دي في السن الصغير طبعا بناخد كورس علاج بيحصل تحسن بنسبه كبيره، وكل ما الطفل بيكبر الحساسيه دي بتتحسن. بس هي يمكن حاله الطفله لافينا ان فيها جزء لحميه صغير، احنا طبعا ما بنعملش اي تدخل جراحي قبل سنتين ونص ثلاثه، لانه في الاغلب ان كل الاولاد بيبقوا مولودين باللحميه دي، لكن عند سن السنتين ونص الموضوع ده بينتهي. فاحنا حاليا في الفتره دي بنديها كورس علاج للحساسيه والامور بتتحسن كتير باذن ربنا. احنا هنا عياده الدكتور ايسر، والعياده بيكون فيها فايلات لمتابعه المريض حتى لو بعد فتره طويله، وتتميز العياده بوجود رسم السمع وضغط الاذن، ودكتور ايسر هنا بيكشف بالمنظار. عنوان العياده 50 شارع سيدي جابر، محطه طيران كليوباترا، الحمامات الاسكندريه. تليفون العياده 03-54-22-393 او 012-760-103-98. اهلا بكم مشاهدينا، رجعنا لكم بعد الفاصل. وزي ما قلنا النهارده بنتكلم عن موضوع هو منتشر جدا، وهو النزيف الانفي او الرعاف. النزيف الانفي زي ما قلنا بيصيب الكبار والصغار، وبيبقى في حيره شويه، الناس مش عارفه تتوجه للدكتور امتى. كمان في ممارسات خاطئه في الاسعافات الاوليه بالذات بتاعه النزيف الانفي. كل ده هنعرفه النهارده مع ضيفنا اللي بيشرفنا، دكتور ايسر بسالي، استشاري طب وجراحه الانف والاذن والحنجره والبورد الاوروبي لعلاج الشخير واضطرابات النوم بايطاليا. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا وبكل الساده المشاهدين. حضرتك مشرفنا النهارده. ربنا يخليكي، دي فرصه سعيده خالص. احنا اسعد يا دكتور. دكتور، النزيف الانفي مشكلة منتشرة ومفيش حد ما واجههاش، يعني سواء في حد من عيلته أو ولاده أو في نفسه، يعني بتحصل كتير جدا، وبيبقى الشخص طبعا الأسباب بتتراوح من أسباب بسيطة لأسباب خطيرة، زي ما مثلا بعض المسلسلات يقولك واحد نزف من أنفه فيبقى يطلع في الآخر سبب خطير جدا، فالناس في عندها زي حيرة مش عارفين هل هو حاجة خطيرة، أعرف إمتى إن هو حاجة خطيرة ولا حاجة بسيطة. فخلينا في البداية نعرف من حضرتك عموما في العموم كده، ايه هي الاسباب بتاعه الاصابه بنزيف الانفي؟ طبعا زي ما حضرتك قلتي، هو يعني الناس مش عارفه الموضوع. الحاجه الثانيه انه منظر الدم، يعني بغض النظر هو بسببه ايه، مجرد ما مثلا الاهل بيقعدوا بيلاقوا مثلا في دم نازل من الاب او من الام او من الطفل الصغير بلا سبب، ده بيسبب طبعا اضطراب. ومنظر وجود الدم طبعا قدامهم او ان هم عمال ينزل ومش عارفين يسيطروا على الموضوع، فده طبعا بيأثر فيهم او يعني بالبلدي بيخضهم جامد جدا جدا. فدي مشكله طبعا، وساعات تبقى الموضوع بسيط زي ما حضرتك بتقولي، لكن الاسباب بتتعدد. لكن حضرتك بتقولي لي ايه اهم الاسباب؟ في اسباب بتبقى موجوده في الانف، وفي اسباب في اجهزه في الانسان اخرى، لكن بتدي صوره الدم في الانف. يعني ساعات المشكله ما بتبقاش في الانف نفسه، ولكن الانف بيعبر عن مشكله في الجهاز الدوري بتاع المريض، او الجهاز الهضمي بتاع المريض، او الجهاز او في مشكله مثلا لا قدر الله في القلب. يعني في مشاكل اخرى لكن ما بتظهرش في الصوره غير في صوره النزيف الانفي. يعني يبقى عرض لحاجه داخليه. بالظبط كده. يعني هو ساعات يكون هو نفسه مرض، او يكون عرض ناتج عن مشكلة تانية موجودة في هذا المريض. فطبعا بالنسبة للي حضرتك بتقوليه ده، طبعا ما نقدرش نعمم ان النزيف الانفي ده عند كل الناس ياخدوا نفس العلاج يوقف نفس، لا طبعا، او نفس المشكلة. فاحنا لازم نبقى عارفين اولا المشكلة جاية منين، السبب ايه، طبعا نقدر نوصل للسبب الاساسي. عشان النهاردة حضرتك بتعالجي النزيف الانفي وهو المشكلة اصلا في الضغط مثلا،
يبقى احنا ما عملناش حاجه. احنا انت لو ما حلتيش المشكله الاساسيه هيفضل النزيف الانفي وهيتكرر تاني وتالت ورابع. فالموضوع لازم نبقى عارفين راسنا من رجلين. طب خلينا نعرف من حضرتك ايه هي اهم الاسباب واكثر الاسباب شيوعا المسببه لنزيف الانف، وكمان يا ريت حضرتك برضو توضح لنا طبقا للفئه العمريه، يعني بيجي اكتر في الاطفال في الكبار، لما يجي في الاطفال يبقى ايه، لما يجي في الكبار يبقى ايه؟ هو طبعا هو اللي حضرتك بتقوليه ده هو ده الاساس، ان احنا لازم نبقى عارفين الفئه العمريه، لانه ده يفرق جدا. النهارده لما بلاقي طفل عنده سنتين مثلا بيجيب نزيف من الانف، عمري ما هقول ان ده ناتج عن ضغط عالي، ده عنده سنتين. لكن لما يبقى عندي مثلا واحد عنده 70 سنه وبيجيب، افكر ممكن يكون ضغط عالي. يعني الفئة العمرية دي بتفرق في التشخيص، بتفرق في المعالجة، بتفرق في طرق التشخيص. هعمل العيان ده علاج ايه، أشعة ايه، العلاج ده غير العلاج ده غير العلاج ده، وحعرف. وانا لما بيدخل المريض مثلا عندي في العيادة او في المستشفى او حتى لما بيروح اي قسم استقبال او طوارئ في اي مستشفى، لازم الدكتور اللي بيبص على المريض ده اول حاجة بشوف سنه. فوق الخمسين وفوق الستين أول حاجة مثلا بفكر في الضغط وفي حاجات تانية وحنشرحها بالتفصيل. في الأطفال لا، أنا بفكر في حاجة تانية خالص. يعني كل فئة عمرية بتفرق معانا جدا جدا. فلو قسمناهم زي ما حضرتك بتقولي، بس طبعا قبل ما نقسم الكلام ده لازم نستبعد الحاجات اللي هي التروماتيك، أو يعني عين عم مخبوط، واحد يعني حصل له إصابة في الحيطة مثلا، إصابة لا قدر الله حادث عربية أو أي مشكلة، وقع طفل ووقع. لما طفل ويقع ويجيب دم، طب ما أنا السبب عادي. السبب مبرر، يعني فهماني حضرتك، أنه حصل يعني أي تهتك في الأغشية المخاطية، حصل كسر في الأنف، حصل شرخ، مش لازم كسر، كل الحاجات دي بتؤدي إلى وجود نزيف، فده سبب مبرر. الأسباب المبررة اللي زي مثلا الخبطة أو الحادثة أو الكلام ده كله، إحنا برضو بنتعامل معها لأنها نزيف أنفي ومهم، ولأنه برضو ممكن يكون النزيف الأنفي من الخبطة أو من الحادثة شيء خطير، فاحنا لازم نهتم بيه، لازم نخش نعالجه مظبوط، لازم نعمل اشاعات نعرف اذا كان في شرخ بس ولا في كسر. برضو في نقطة غايبة جدا، يعني يمكن هي مرتبطة ومش مرتبطة بموضوعنا، انه ساعات الكسر بتاع الانف العيان بيهمل فيه جدا، يقولك ايه كسر وحيلحم، الدم اصله وقف وخلاص. المشكلة حلو صح والدم هيقف، بس ما تبقاش المشكله بعد كده ان الدم بيقف. ساعات لما بيبقى فيه كسر في عظام الانف والعيان بيهمل فيه وما بيروحش للدكتور بدري وما بنعملش الاشعه العاديه او المقطعيه بدري، الكسر ده ممكن يلحم على يعني على اللحام معوج. مش مظبوط. بالظبط. فده بعد ما تتحل مشكله الخبطه والحادثه والكلام ده، العيان ده بيفضل يعاني انه عنده انسداد في الانف ناتج عن انعواج في الحاجز الانفي او العظمه قفلت المجرى التنفس، بيقعد طول عمره في مشكلة دائمة على الرغم. سألت بس حاجة في الشكل فهو مش مهتم بيها فمش مشكلة. بالزبط. هتأثر كمان على الوظيفة. بالظبط. هي في الشكل مقدور عليها، لكن في الوظيفة بقى بيضطر بعد كده يخش في مشاكل على الرغم ان هو الخبطة اللي هو بيقول انها بسيطة والدم وقف، لو هو كان توجه للدكتور من بدري تقول لأ ان في كسر ومثلا عمل له استرداد للكسر ده او استعداد للكسر ده في ساعتها قبل ما يحصل التئام خاطئ، الموضوع هيفرق قوي قوي. يمكن دي نقطة عابرة عن الموضوع غير أسباب النزيف. دي النقطة اللي الجميع عارفها، إن واحد اتخبط يجيب دم. لكن نرجع لسؤال حضرتك الأولاني، وهو إن الفئة العمرية لو قدرنا نقسمهم لمجموعتين كبار، هنقول أقل من 10 سنين واللي أكتر من 10 سنين. الفئة العمرية اللي هو الصغيرين دول بيحصل كتير جدا 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 النزيف من الأنف بلا أي سبب. الأم دايما تقول لك إيه، الولد كان نايم، صحيت الصبح لقيت على السرير بقع دم، أمسح له واغسل له وشه ألاقي الدم نازل. ده كتير جدا جدا. عادة في الأطفال أو في السن الصغير أو اللي هو أقل من 10 سنين، ده بيبقى نوع من أنواع الضعف الشعيرات الدموية اللي جوه الأنف. الدم مبقاش واصل للأنف بصورة كافية، فبيحصل زي حرارة دفء في منطقة الأنف، فيحصل الشعيرات الدموية دي بتفرقع. العين وهو نايم، الطفل وهو نايم، المنطقة دي بتسخن قوي، لما تبقى الشعيرات دي ضعيفة بيحصل كده. خاصة ده بيزيد لما الطفل يكون عنده مثلا دور برد قريب فالمنطقة محتقنة، أو الطفل ده بيعاني أصلا من حساسية الأنف. أوكي. فده طبعا أصلا إن الولاد اللي عندهم حساسية أنفية وخاصة حساسية أنفية موسمية مثلا، دي بتؤدي إلى احتقان في منطقة اسمها الليتل إيريا أو المنطقة اللي بتبقى الأمامية أول
سنتي في سنتي من الحاجز الأنفي. المنطقة دي غنية جدا 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 بالشعيرات الدموية، فأي دفء بسيط، أي حرارة، طبعا في الصيف الموضوع ده بيزيد جدا، وساعات كمان بيكون مصحوب إن الطفل بيلعب في مناخيره من جوه بالفضول بتاعه، أو بيحس بقشر، أو بيحس بأي جزء، فالحركة دي بتضعف الشعيرات الدموية، فبيبقى سهل إن الدم ينزل قوي. فطبعا الأطفال في السن ده بيبقى موضوع ده كتير جدا جدا. لكن برضو أحب أقول لحضرتك إن الموضوع ده مش مقلق، هو الأم بتقلق جدا من منظر الدم، وتقولك ده نزيف والولد اتصفى ومش عارفة إيه، والولد مش هنلحقه، وطبعا بتبقى فيه هلع، وخاصة أول مرة يعني لو ما عندهاش خبرة بالموضوع. موضوع النزيف الأنفي في الأطفال ده بيبقى متكرر، يعني الطفل بينزف النهاردة وأمه بتغسل له وشه، وممكن هي تبقى مثلا أم هادئة فما تروحش للدكتور، بعد أسبوع يجيله تاني، بعد 4 أيام بيجيله تالت. أحيانا يبقى في المدرسة مثلا ويجيله النزيف الأنفي ده ويرجع من المدرسة أسلم. مثلا يبقى في دم في هدومه وبتاع، فبيبقى بالزبط. في رعب بالزبط. هي دي النقطة، فعشان كده بقولك ده في الأطفال، ده السبب الأساسي في الأطفال. طبعا بعد مرحلة زي ما قلت حضرتك، هو من الأطفال من سنة مثلا ل10 سنين، ده اللي بيحصل كتير. بعد ال10 سنين ولحد مثلا 30 سنة بيبقى فيه حاجات تانية كتير قوي. يعني في الكبار شوية بيبقى فيه عندهم عادة بتظهر الفترة دي من 10 ل12 كذا حاجة. طبعا في بيبقى برضو أحد الأسباب ضعف الشعيرات الدموية، لكن بيبقى فيه برضو أنواع من أنواع القرح اللي بتيجي في الحاجز الأنفي، بتيجي في سن الشباب، يعني اللي هو مثلا من 10-12 لحد 30 سنة، قرح كتيرة بتظهر، بيبقى نوع من أنواع الأمراض الدم بتظهر في المرحلة دي. إن الطفل قرح في الأنف، الحاجز الأنفي، في الحاجز الأنفي دي حاجة اسمها هيموراجيك ألسر أو هيموراجيك بوليب، يعني بتبقى قرحة نازفة، فبتظهر في الفترة دي، بنشوفها كتير جدا جدا، ودي برضو ليها حلول، بس هي بتدي صورة العين ما بيحسش بحاجة غير إن في دم، فهماني؟ الفترة دي برضو بتظهر فيها بعض أمراض الدم، أمراض الدم مثل السيولة مثلا. إن الطفل طبعا في امراض سيوله بتظهر من الزيرو دي او من يوم الطفل بيتولد، لكن في الفتره دي مرحله بيظهر فيها بعض امراض سيوله الدم، ان الدم ما بيتجلطش، فمجرد ان العيان ينف نفه بسيطه او حتى يمسح بايده كده الدم ما بيقفش، فبيدي برضو، فهي دي اللي بنشوفها كتيره. غير كده طبعا في المرحله دي في نوع من انواع الاورام الحميده الخبيثه. بمعنى ايه؟ هي حميده يعني ما هيش أورام سرطانية، لكن أورام حميدة مليئة بالدم، حاجة اسمها الأنجيوفايبروما. الأنجيوفايبروما ده نوع من اللحميات الحميدة، يعني ما هيش مرض بينتشر في الجسم، لكن هو عبارة عن كتلة لحمية مفعمة وملغمة بالشعرات الدموية، أي لمسة فيها فبتدي، ودي بتظهر في المرحلة بتاعت من 15 ل25، يعني فهماني. فدي طبعا النزيف منها بيبقى فعلا يخوف، لانه بيبقى كميات الدم بتبقى عاليه جدا، ودي بترعب، بس دي برضه ما بتجيش في الاطفال، بتيجي في المرحله السنيه دي. ده احد الاسباب، غير اسباب كتيره. بنيجي بقى للمرحله اللي هي العاليه شويه، اللي هي من 40 وطالع او من فوق 30 وطالع، وهي امراض كتيره جدا، منها امراض اساسها امراض الضغط. الضغط العالي دي مشكله اساسيه في النزيف. لان ليه الضغط العالي حضرتك بيظهر في صورة الدم؟ الضغط العالي ده عبارة عن الضغط سائل الدم في الشرايين كلها يعني. فطبعا لما بيعلى 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 بيبتدي يدور على جزء ضعيف ويبتدي يفرقع او يبتدي ينفجر، فيبتدي يظهر الدم. ساعات المشكلة ان العيان ما يبقاش عنده تاريخ مرضي للضغط، يعني العيان ده ما بياخدش على الضغط، فدي يروح يقول لك انا جبت دم، طيب نقيس له الضغط اثناء ما بيجيب الدم ده ونازل الدم، بنقيس له الضغط نلاقي ضغطه عالي جدا جدا جدا، تلاقي مثلا الضغط اللي تحت فوق 95، فده طبعا شيء مبرر. في الكبار طبعا في السن اللي هو ما فوق 40 بتظهر كتير من الاورام الحميده اللي برضو بتجيب دم زي الشباب، لكن بيبقى فيه كمان جزء كبير جدا من الاورام الغير حميده، وده طبعا بنشوفه في كل المراحل العمريه، بس من فوق 40 عاده بنشوفه كتير أكتر ومتكرر يعني. طيب يعني خلينا برضو نعرف من حضرتك، هل في علاقه بين النزيف الانفي والتهاب الجيوب الانفيه او حساسيه الجيوب الانفيه؟
اه طبعا اكيد. الناس اللي عندهم حساسيه مزمنه، يعني حساسيه اللي هي يقول لك ايه الحساسيه ما بتسيبهمش، غير الموسميه يعني، الحساسيه اللي هي دايما مع المريض دي وبتؤدي دايما لتكرار التهابات الجيوب الانفيه وصديد في الجيوب الانفيه، والعيان ده دايما بياخد في مضادات حيويه ودايما بيستعمل نقط الانف ودايما بيستعمل بخاخات الكورتيزون لان هو طبعا تعبان جدا. ده بيؤدي الى احتقان في المنطقه، يعني احنا حتى لما بنيجي نكشف على العيان ده سواء الكشف العادي او الكشف المناظير بنلاقي المنطقه كلها محمره جدا، ملتهبه جدا، متورمه، ساعات من الكشف نفسه بالمنظار العيان ده بيبتدي ينقط دم. فاهماني؟ فاي حركه ولو بسيطه مع احتقان الجيوب الانفيه بيبتدي العيان الاول يظهر في صوره انه يقول لك انا لما بنف المخاط بينزل مدمع. مره والتانيه وبعدين لقيت ان الدم بينقط، لانه بيحصل زي جرح في المنطقه دي بيضطر ان هو يعمل. فده طبعا الارتباط وثيق جدا، فعشان كده احنا مش كل دم نقلق منه يعني، فاهماني؟ عشان كده حضرتك يعني حطيتي الرولز بحيث انه مش كل دم نبقى مرعوبين منه. طيب دلوقتي الشخص اللي هيصاب بالنزيف الانفي ده ممكن يبقى مش متخصص ومش عارف، يعني احنا قلنا اسباب كتيره قوي، زي ما قلنا في اسباب بسيطه وبتوصل لأسباب يعني مرعبة جدا أو أسباب خطيرة. إزاي المريض يفرق دكتور، وإمتى يبقى المفروض إن هو يلجأ للطبيب بسرعة؟ هقول لحضرتك برضو هنرجع للتقسيمة اللي حضرتك قلت عليها وهي الفئة العمرية. أنا عاوز بس برضو يمكن الجزء اللي بنشوف الهلع الأسري فيه وهو الأطفال. يعني أنا بس بحب أطمن الأمهات إنه مفيش نزيف في الأطفال خطير، يعني يعني انا ما بقولهاش ما تهتمش، ولكن بلاش ما تبقاش مزعوره، لان انا عاوز اقول لحضرتك انا بشوف الام والاب جايين منهارين والطفل عايش في 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 خوف ورعب من كتر رعب باباه ومامته. فاحنا مش عايزين نوصل للمرحله دي، لكن احنا ببساطه جدا الاطفال اللي هم بيحصل لهم نزيف، انا بقول ما بقولش الام ما تهتمش، لكن مش كل النزيف يقلق، لكن لازم تبقى فاهمة ان ده بيبقى جاي من الانف من هنا. دايما الام تقولك ايه هو الدم ده جاي من المخ يا دكتور؟ لا هو مش جاي من المخ، هو جاي من منطقة امامية، وهو ده دايما 99% من المشاكل عندنا، والتعامل معاها سهل جدا. و زي ما هنتكلم بعد كده في زي ما حضرتك بتقولي انه احنا بعد كده نتكلم في ازاي نتعامل او ازاي نتصرف في الحكايه دي، هنقول ازاي نتصرف في الموقف ده. ولو اتكرر، انا ما بقولش لا، لو اتكرر اكتر من مره او اتنين في فتره قصيره مثلا اقل من اسبوع 10 ايام بعد الملحوظات اللي احنا هنقولها، لا طبعا تتوجه للطبيب والطبيب يقول لها الحل. ده بالنسبه في الكبار اكتر طبعا، لو اتكرر الدم في السن المرحله السنيه اللي قلنا عليها ما بين 10 و 30 دي اكتر من مره، حتى لو الفرق بينهم شهر، لازم يتوجه للطبيب. السن الكبير بقى اللي هو فوق ال 40 وجاب دم لازم يروح للدكتور، لانه هو مش عارف يتصرف. يعني ده ما ينفعش، هو برضو مش بقول ان دايما يبقى في حاجه خطيره، لكن هو مش هيتصرف. يعني هو مش هيعرف يتصرف لا في الضغط ولا عارف السبب ولا هيعرف يوقف الدم. فاهماني؟ في الاطفال هنتكلم طبعا. طيب خلينا يعني الكلام جاب بعضه، ان احنا فعلا عايزين نعرف بقى ايه هي الاسعافات الاوليه لما ام تلاقي ابنها بينزف او واحد كبير حتى بينزف. الاسعافات الاوليه في ممارسات خاطئه كتير منتشره في الموضوع ده، فحضرتك برضو قول لنا الطريقه الصحيحه للتعامل مع النزيف الانفي المفاجئ. طيب هنبتدي برضو بالمشكله بتاعت الاطفال اللي الاهالي بيقلقوا منها وازاي تتعامل معاها. فرصه حضرتك بتتكلمي في النقطه دي، انه الاهل دايما يقول لك الولد ده بيجيب الدم من مناخيره ومن بقه. هو ما بيجيبش من بقه، هو بيجيب من مناخيره، بس الام دايما بيقول لك ايه اصل احنا رفعنا الراس لفوق يا دكتور، فده اللي بيحصل ان الدم بينزل. مفيش حاجه اسمها نرفع راس لفوق خالص. احنا معانا صوره يا دكتور على الشاشه دلوقتي. ده وضع خاطئ جدا جدا جدا. هو ده الوضع اللي احنا مش عاوزين نعمله ابدا، لا في كبير ولا في صغير. دي نقطه مهمه جدا مشاهدينا، انه الوضع ده مش صح. محدش يرجع راسه لورا لما يجيله نزيف انف، سواء كبير سواء طفل سواء صغير سواء بيرضع، الوضع ده لا نهائي، ده وضع خاطئ جدا في جميع. يقول لك طب ما هو الدم بينزل. ايوه، هو انت هو لما ترجع لورا الدم مش هينزل، ما هو هينزل في بقك برضه. لا، احنا مش عاوزين الوضع ده نهائي نهائي. طيب. الوضع الصح في جميع الاحوال وخاصه في الاطفال ان احنا عاوزين نعمل ضغط على المنطقه دي،
هل الضغط ده بايدينا ولا بحاجه تانية؟ هقول لحضرتك احنا ببساطه جدا لو ما عنديش اي حاجه في البيت، صوره على الشاشه بالظبط كده، ان انا الوضع ده هو ده اللي انا يهمني قوي، ان انا اقفل هنا المنطقه الاماميه وممكن اضغط هنا. ده الرول الاساسي. في خطوات تانية وخاصة في الأطفال أنا ممكن أعمل كده ولاقي الدم بينزل. أنا لو جبت حتة قطنة من غير أي حاجة، طبعا لو في نقط أنف بتبقى حاجة كويسة، أي نقط أنف في السوق موجودة بنحط النقط دي على القطنة، بنحطها في الناحية اللي بتجيب دم وبقفل الناحية اللي بتجيب دم وميل راس العيل لقدام، نميل الراس لقدام يا جماعة بالظبط يعني كده. الوضع اللي أنا بقى تبقى نقطة مهمة وواضحة الوضع ده، أنا حاطط القطنة اللي بنقط هنا وقافل الجنب ده والقدام لمدة 4 أو 5 دقايق وأشيل الحكاية. الحل برضو الآخر إن احنا بنجيب حتة تلج عادية خالص نحطها في شاشة كده وبنحطها على المنطقة اللي بتجيب دم من هنا وبقفل هنا برضو القدام. يعني ببقى حاطط على منطقة ما بين العين وما بين هنا اللي هو شيء هنا، وبحط القطنه اللي بنقط وبقفل والقدام، كل ده 5 دقايق وبشيل القطنه. يبقى هو دي الاسعافات الاوليه او الطريقه اللي بنتعامل بيها لحد ما نروح للدكتور بالظبط. تمام. وناخد في الاطفال لو وقف والموضوع انتهى يبقى خلاص، لقيت انه اتكرر مره واتنين يبقى لازم اروح. في الكبار نفس السيستم اللي احنا قلناه وهيقف الدم، بس الكبير لازم نتجه للطبيب على طول. دكتور بنستأذن حضرتك هنخرج لفاصل ونرجع نكمل كلام. مشاهدينا استنونا بعد الفاصل، مكملين كلامنا معاكو عن النزيف الأنفي، انتظرونا بعد الفاصل. رجعنا لكم مشاهدينا مرة تانية بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم حلقتنا عن النزيف الأنفي، موضوع محير جدا والتشخيص بتاعه. احنا النهاردة يعني في الفاصل بعد الفاصل هنعرف ازاي يتم تشخيص السبب بتاع النزيف الأنفي مع ضيفنا اللي بيشرفنا النهاردة دكتور أيسر بسالي، استشاري طب وجراحة الأنف والأذن والحنجرة والبورد الأوروبي لعلاج الشخير واضطرابات النوم بإيطاليا. أهلا بحضرتك مرة تانية دكتور. أهلا وسهلا. أهلا بيك. دكتور نيجي لنقطة انه لما المريض بيجي حضرتك بقى ايه الخطوات اللي حضرتك بتعملها؟ هل في علاج في العياده ولا لازم المريض يروح المستشفى؟ هو طبعا اول حاجه بيجي العيان بيجي العياده طبعا، والام او الاهل بيقولوا ان الطفل بينزف، احنا بنبتدي ناخد الهيستوري او ناخد التاريخ المرضي، لانه برضو ساعات الام مثلا تيجي تمسح مناخير الطفل يطلع الشاشه مثلا او المنديل احمر يقول لك الولد ده عنده نزيف، فانا طبعا هي كام وبتخاف وبتترعب من اللون الاحمر ليها حق، بس انا لازم افهم هو دم بجد ولا مش دم، وهل من ناحيه واحده ولا من الناحيتين، وهل متكرر قد ايه، يعني كل يوم كل ساعه كل 10 ايام كل سنه؟ ما هو اصل برضو الاهل قلقهم ممكن يلخبط الدكتور في التشخيص. فبتفرق طبعا. وبعدين اسال على كمية الدم، وهل مصحوب مثلا بالنف ولا لوحده، وهل الطفل ده اتخبط ولا لا، وهل اتخبط في دماغه ولا لا، وهل الطفل ده عنده تاريخ مرضي انه بينزف مثلا من فتحة الشرج او من اي جزء اخر ولا لا. وبرضو بسأل مهم جدا اذا كان الاب او الام عندهم قابلية للسيولة، وهل حد عندهم بيتعالج من امراض السيولة، يعني التاريخ المرضي ده بيوجهني انا رايح فين عشان افيد العيان. فيعني لما بيجي العيان بقى ببتدي اسال الاسئله دي، وما بقدرش اعتمد على وصف العيان، لان وصف العيان بيبقى مركز في حاجه واحده، الولد بينزف وبيموت. ادي الجمله اللي بتتقال دايما، يعني فاهماني؟ هو ممكن الاحمر اللي بيبقى نازل من الخير ده مش ما يبقاش دم؟ لا بيبقى دم، بس في ما بيبقاش نزيف يعني. لا يستدعي، بس هي من كتر قلقها ان مجرد ان مثلا اللي هو معرق بدم، معرق بدم مع دور برد طبيعي جدا في كل الناس، يعني انت فاهم حضرتك لا سوري، يعني ساعات بيبقى في قشره حضرتك لو شلتيها مثلا بمنديل او نفيتي بيحصل، ده مش معناه ان في عندك نزيف ومحتاجه بقى عمليه مثلا. بس هو طبعا الكلام ده يعني لو واحد عادي، لكن ساعات في امهات بتبقى قلقه زياده مجرد النف العادي بيقلقهم، فانا لازم اخد الهيستوري او التاريخ المرضي للعيان كويس جدا عشان اقدر اعرف. وزي ما قلت حضرتك ساعات التاريخ المرضي بتاع الاسره مش بتاع الطفل مثلا او الراجل الكبير او الكلام ده كله. ده بالنسبه للاطفال. طبعا في الكبار باخد بقى بياخد علاج ايه؟ بياخد علاج اصلا ضغط ولا لا؟
علاج سكر ولا لا. ساعات يكون يقول لك عمري ما اخدت علاج ضغط بس عامل قلب مفتوح. الله، طب عامل قلب مفتوح مثلا او مركب دعامات، يعني بتاخد ادويه سيوله. فده طبيعي انه حتى من غير حاجه لو السيوله عاليه اللي هو حاجه اسمها الاي ان اي او يعني البروثرومبين العالي شويه اللي هو بيؤدي الى التجلط، لو قل شويه لازم هيعمل سيوله. فده شيء طبيعي انه يحصل عندك سيوله. يبقى الحل مش ان انا اعالج النزيف، ان انا اقلل مثلا علاج السيوله لمده اسبوع لحد الدنيا ما تتظبط، هيتظبط. فمع انه يجي تساليه تقول انت بتاخد علاج ضغط، يقول لك ما باخدش علاج ضغط. طب ما بتاخدش علاج بس بتاخد حاجات تانية. في امراض كتيره جدا، هل عندك ترى عن تاريخ مرضي لامراض اخرى زي الكبد مثلا؟ عيانين كل امراض عيانين الكبد مثلا او الفيروس سي او بيبقوا معرضين للنزيف، بيبقوا معرضين عشان عندهم مشكله في ماده اسمها بروثرومبين. فده اصلا هو جاي لا عنده ضغط ولا قلب ولا حاجه، يقول لك انا كويس جدا. ايوه بس انا باخد علاجات فيروس سي وبقالي سنين. طب ما ده طبيعي انه كذا، او ان انا مثلا عندي تليف جزئي في الكبد، او كان عندي مثلا ورم في الكبد واستأصلته. طب ما كل دي عوامل انا بفكر فيها، انا لو فكرت في الانف بس عمري ما هوصل للحل. فحضرتك لما بيجي العيان سواء طفل او كبير على حسب المرحلة العمرية بتاعته بنبتدي نعمل الحكاية دي. ده أول خطوة. الخطوة الثانية طبعا احنا بنكشف بقى على العيان كشف كامل، مش بس مناخيره وزوره، ساعات يكون مش من هنا، ساعات يكون في حاجة في سقف الحلق بس بتدي في الدم في الأنف. أبقى عارف المشكلة. ساعات بيبقى في تجمع دموي في الأذن وينزل من قناة الساكس، يبتدي يظهر في صورة بلغم محمر أو دم مش نزيف بس دم متجلط. يعني في عدة أسباب بتبتدي تظهر. بعد ما بكشف على العيان كشف العادي بنعمل دلوقتي طبعا المناظير. حضرتك عارفة إن المناظير دي بتدينا تصور كامل، أنا ببقى جوه أنف العيان مع المرض. بنخش يعني بالمنظار وعلى الشاشة احنا بنقدر نبص اذا كان بقى العيان ده عنده مثلا مشكلة، عنده انعواج في الحاجز الانفي بس شديد فمؤدي الى دايما تهتكات في الاغشية المخاطية فبالتالي بينزف، عنده لا قدر الله ورم بيبان بوضوح جدا بنسبة 95% من الاورام بتبان، اذا كان حميد او غير حميد بيبان، اذا كان عنده تجمعات دموية لاي سبب، اذا كان عنده تقرحات اللي قلناها وهي التقرحات الدموية اللي بتيجي في الحاجز الانفي، إذا كان عنده مثلا ثقب في الحاجز الأنفي ناتج لأي مشكلة فبالتالي بيؤدي إلى النزيف وهو العيان مش عارف. هو العيان يعني هو مش جاي يخدعك، هو فعلا مش عارف. فالمناظير بتبين الكثير من الحكاية دي في جميع الأحوال. الخطوة الثالثة طبعا إن احنا بنبتدي نوجه العيان للأبحاث والتحاليل والأشعات. طبعا اول حاجه ان احنا بنعمله تحاليل، يعني ابسط حاجه ان احنا بنعمله صوره دم كامل، بعمله النزيف والتجلط، سرعه النزيف وسرعه التجلط وسرعه البروثرومبين ووظائف الكبد، الحاجات اللي هي ممكن تاثر على سيوله الدم او على تجلط الدم او على الصفائح الدمويه. الصوره كامله للحاجات دي واطمن قد يكون عنده مرض. يعني عاوز اقول لحضرتك مثلا احد اورام الغدد الليمفويه اللي هي احنا نقول عليها الورم خبيث في اللي هو سرطانات الغدد الليمفيه زي الهوجيكن والنان هوجيكن دول، دي امراض ساعات ما بتديش اي صوره غير يجي العيان بنزيف انفي. طب انا لما اجي ابتدي اعمل بقى صوره كرات الدم البيضاء والصفائح والكلام ده كله يبتدي يظهر الكلام ده كله، يعني فهماني. فبنبتدي نعمل ابحاثات كامله. بعديها طبعا الخطوه اللي بعد كده بنخش في الاشعات. طبعا كان زمان بنعمل الاشعه العاديه طبعا ما بقتش تجيب معانا نتيجه، فاحنا دلوقتي ما بين ثلاث حاجات، ما بين الأشعة المقطعية اللي هو السي تي، الرنين المغناطيس اللي هو ام ار اي، وحاجة اسمها الأنجيو. الأنجيو ده عبارة عن صورة لكل الشعيرات الدموية بتاعت منطقة الأنف والجيوب الأنفية. إنه إحنا بنحقن مادة معينة تبتدي تبين لي شريان 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 في المنطقة دي. إذا كان أحد الشرايين فيه مثلا ضعف زي اللي هو نقول عليه أنيوريزم، أو إذا كان فيه تجمعات دموية، إذا كان فيه لا قدر الله أورام فالجزء ده بيبقى كله دم، يعني ده بيبين لنا كل التفاصيل. يعني كل ده بيبقى على حسب بقى الفحوصات اللي حضرتك عملتها بالزبط. او الكشف والتاريخ المرضي وكل ده بيوجه حضرتك ان المريض يعمل ايه بقى بعد كده من الاشعات والحاجات دي. اذا الهيستوري والكشف العادي والمناظير ما وصلنيش لسبب واضح، يعني انا العيان اللي عنده مثلا ضغط عالي انا مش هعمل له رنين مغناطيسي ابدا. طب انا عارف اول ما ينزل الضغط العالي خلصت الحدوته. لو نزل الضغط واتظبط وجاب دم ممكن ادور على سبب اخر، لكن لما بيبقى سبب واضح او انا
دخلت بالمنظار ولقيت مثلا في غده لحميه نازفه على خلاص انا مجرد ما هشيلها الموضوع انتهى. يبقى في سبب واضح. لكن لو ما فيش سبب واضح وصلت لكل ده وما زال العيان ده بينزف فحوصاته كويسه ما عندوش مشكله في الضغط وما بياخدش ادويه سيوله ما عندوش تاريخ مرضي ما عندوش ما عندوش ما عندوش لازم ابتدي ادور على اوصل لهذه المرحله ومنها اقدر اعرف السبب. طيب خلينا نبدا نعرف مع حضرتك العلاج بتاع الأسباب المختلفة لنزيف الأنف وإمتى حضرتك بتقول للمريض أنت محتاج مستشفى؟ طبعا في مثلا في جزء زي الأطفال اللي احنا دايما نتكلم عنه احنا بندي عادة علاجات ونفهم الأم ازاي تحط الطفل ساعة النزيف في الوضع المناسب وبندي علاجات تقوي الشعرات الدموية لو هو عنده حساسية انا ببتدي اديله علاج حساسية مظبوط بحيث المنطقة ما تبقاش ملتهبة. اذا كان عنده دايما ادوار برد بنديله علاجات لأدوار البرد بديله حاجات موضعية زي نقط وبخاخات وحاجات تقوي الشعرات الدموية. عادة في الأطفال الموضوع ده بينتهي بنسبة تقريبا 100% يعني نادرا ما بنلجأ. لكن افترضي بعد ده كله مازال الطفل او بيجيب دم كتير ومازال الموضوع متكرر بنلجأ لحاجة اسمها الكي. الكي ده نوعين، كي كيميائي وكي كهربي. الكي كيميائي بنيجي على الشعرات الدموية اللي النازفة دي وبنيجي بمادة كاوية اللي هي نترات الفضة وبنكوي الجزء ده. ده لو طفل صغير. لقينا الطفل كبير ولقينا ان المنطقة اللي بتنزف الشعرات الدموية تخينة شوية ما ينفعش معاها ده احنا بنجي بنج كلي للعيان ده وبنيجي بنكوي بكي كهرباء كي كهربي زي النار كده بنلقط كل الشعرات الدموية اللي بتجيب دم بحيث نقفلها. طب العيان يقول يعني هتقفل الشرايين طب العيان ده هل في اي ضرر منها؟ بالظبط كده. لا هو الشعرات الدموية اللي في الانف دي عاملة زي الشبكة يعني زي شبكة المواسير فانت بس بتقفل اللي هما بيبقوا بارزين ودايما هما بيفرقعوا لكن الانف بتتغذى بالاف من الشعرات الدموية فما فيش اي مشكلة خالص وده بيغذي ده وده بيغذي ده فما فيش اي علاج. ده بنلجأ له لو العيان بعد العلاجات وبعد الكي مثلا الكيميائي ما نفعش بنلجأ لهذه ده بالنسبه للاطفال وده طبعا بيبقى تحت بنج كلي طبعا لا مش هنقدر نكوي بماده حارقه على الصحي طبعا ده بيبقى ده بالنسبه للاطفال. بالنسبه للكبار اول حاجه السبب يعني الكبير ما بيبقاش شعرات دمويه نادرا بيبقى السبب في ضغط اوجهه لدكتور البطنه يعمل له كذا في امراض دم عنده قابليه للسيوله ببعته لدكتور امراض الدم بياخد علاج قلب وبياخد علاجات سيوله عشان الجلطات اللي او عامل دعامه او عامل او عامل لا ده انا ابعته لدكتور القلب يقلل له شويه الكلام ده لفتره شويه وبنديهم طبعا حاجات مقويات انا مش بقدر اديله حاجه تزود التجلط لان هو اصلا بياخد حاجات تقلل التجلط عشان ما يحصلوش جلطات مش معقول انا هديله حاجه مضاده للكلام ده لكن انا بديله حاجه تقوي شعرات الدم سواء حاجات موضوعيه او برشام يقوي الجدار بتاع الشعرات لكن ما بدوش حاجه عشان ما نلخبطلوش علاج القلب بتاعه. فده طبعا لو عرفت سبب لو هو مثلا في مشكله في الكبد انا بدي له برده حاجات تقوي لكن ببعته لدكتور الكبد يعني بوجهه كده الا اذا بقى النقطه الاخيره وهي اللي بتحتاج فعلا زي ما حضرتك نروح مستشفى حقيقيه بقى ان احنا لقينا مشكله زي القرحة النازفة زي اللحمية النازفة زي الأورام الحميدة النازفة اللي قلنا بتيجي في فترة الشباب أو اللي بنشوفه كتير جدا الأورام الخبيثة في الكبار شوية إن الناس الكبيرة بيبقى عندهم أورام سرطانية بتيجي في الجيوب الأنفية وساعات في منطقة الأنف بتسبب نزيف أنفي ده بيحتاج مستشفى؟ طبعا طبعا دي اولا طبعا التعامل زي ما حضرتك بتقولي لما بيجيني المستشفى اول حاجه انا بعمل ايه؟ بعمل حشو انفي زي اللي انا قلته بس بقى ما ينفعش بقطنه صغيره بقى بنجيب بقى حشو معين نوع من انواع الحشو الانف البلاستيكي كده بنحطه في الانف لحد بقى ما نحل المشكله يعني وبعدين نشخصه يعني عنده الضغط يتحل الضغط وبعدين بقى نشيل الحشو لان انا مش هسيبه مثلا يومين على ما الضغط يتظبط ان الدم ينزل ده ما ينفعش فانا بضطر ان انا اعمل له حشو انفي لحد ما احل مشكله الضغط او الكبد او طبعا لو بعد كده لقيت ان في بالمنظار او بالاشعه المقطعيه او الاشعه الرنين لقيت عنده احد الاورام الحميده او الخبيثه ده لازم تدخل جراحي كامل وبنعمل له حاجه اسمها ساينس سيرجي او يعني جراحه بالمناظير اللي هي الفانكشن اندوسكوبيك ساينس سيرجري اللي هو التدخلات الجراحيه بالمناظير ودلوقتي كل الاورام تقريبا اكتر من 99% من اورام الانف والجيوب الانفيه والبلعوم الانفي كل ده بيتشال كامل
بالمنظار من غير زمان كنا بنفتح طبعا في وش العيان وفي بقه، وكانت عملية بتبقى مأساة وكان بتاخد لها 7-8 ساعات. دلوقتي يعني أي حاجة بتتعمل بالمناظير، حتى لو وصل لقاع الجمجمة برضو، حتى لو حصل له تدخل في يعني خرم قاع الجمجمة وبدأ يدخل في المخ، كل ده بيتعمل حاليا بالمناظير بنسبة نجاح ممتازة 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 ممتازة. طيب في حالة لو الشخص أهمل وقرر ان هو ايه خلاص هو كل شويه يجي لي نزيف انفي وخلاص مش مشكله، يعني ايه المضاعفات المحتمله لنزيف الانف؟ هو طبعا يعني مضاعفات بسيطه جدا، يجي له انيميا لحد مضاعفات ان هو لا قدر الله يؤدي الوفاه. لو هو ناتج عن ورم وخاصة الأورام الخبيثة أو الأورام الحميدة بس اللي هي نازفة دي، ساعات الورم بيمسك في شريان رئيسي ما بيبقاش بقى شوية دم، لا لو الشريان الرئيسي ده فتح طبعا السيطرة عليه ساعات بتبقى يعني مأساة ويمكن ما بيقدرش نسيطر عليه. وعاوز أقول لحضرتك الكلام ده مش كلام يعني نظري، لا احنا شفناه ان فعلا في المناطق بتبقى شعبيه شويه الاهل بيعتمد مش واخد باله بالظبط كده وما شخصش صح يعني فهماني، فدخل في انيميا وجاب مره تانية وتالتة والرابعه فتح في شريان رئيسي ما حدش بيقدر يسيطر عليه بالظبط وما يتلحقش يعني طبعا طبعا نهائي. يعني عشان كده بننصح بقى انه لا يعني استشاره الطبيب، خلينا في السيف سايد وفي الامان يعني بالظبط. الدكتور ممكن يقول لك ان ده موضوع بسيط بس برضو الدكتور يبقى عارف السبب عشان لما يقول لك مثلا ما تجيش تاني او ما تروحش، او لما يجي لك الدور ده استخدم مثلا نقط او تبقى انت ماشي على رول ما تقعدش كده. هل الاستخدام المتكرر لنقط الانف في ناس كتير بتدمنها، يعني بتبقى مناخيرها ما بتتفتحش غير بالنقط بتاعه الانف، هل ممكن ده يكون احد اسباب النزيف الانفي؟ ممكن جدا، والنقطة دي حضرتك بتسريها ان احنا كل بتوع الانف واذن غلبوا مع بتوع الحساسية الانف وبتوع سدد الانف. النقط الانف الموضعية اللي بتتباع في السوق دي كارثة. دي لا تستخدم اكتر من 5 ايام او اسبوع باي حال من الاحوال. لكن العيانين اللي دخلوا في مرحلة الإدمان اللي حاطط واحدة في جيبه هنا وواحدة في جيبه هنا وواحدة في الشنطة وواحدة في العربية وما بينامش، وأول ما تقفل طبعا هو في الأول بيبقى مبسوط منها جدا لأن فعلا هي تأثيرها ممتاز بس تأثيرها بياخد 2 أو 3 ساعات والعيان مبسوط جدا. لكن استخدامها كتير له كذا مشكلة. أولا مش هتفضل كويسه زي ما هي، يعني اوعى انت مثلا دلوقتي بتفتح لك 3 4 ساعات بعد كده تفتح لك 2 ساعات بعد كده مش هتفتح، وبعد كده لما تحطها بيحصل حاجه اسمها ريباوند فينومنا وهو تاثير عكسي انه حضرتك تحطها تقفل مناخيرك وتولرنس بقى او تعود عليها تعود وادمان. المشكله بقى انها بتعمل مع الوقت لان هي في ماده اسمها سودو افيدرين، الماده دي ماده قابضه عشان كده احنا بنستخدمها في الشعرات الدمويه عشان تقبض الشعرات الدمويه. لما احنا بنستخدمها بكثره من كتر ما قفلت الشعرات الدمويه دي بيحصل ضمور في عصب الشم والتذوق، ودي الكارثه الاساسيه. وعاوز اقول لحضرتك برضو هذا ليس كلام نظري، احنا شفناه كانف واذن ان العيان بقاله مثلا من 5-6 سنين بيستخدم، يجي بعد كده لا هو بيتنفس ومتضايق جدا ولا بيشم ولا بيتذوق. فده طبعا كارثه انه اصل ده بقى مش مثلا حصل ضعف في العصب ده، العصب مات لانه انت حضرتك الدم اللي واصل للعصب ده ما بقاش يوصله والعصب اللي بيروح ما بيرجعش خلاص. زي بعد شهر واحد فقد نظره خلاص ده عصب بيموت ما بيلوش حل، فالادمان ده وحش. طب هتقولي طب والعيان ده ما هو مش قادر يتنفس ومش عارف ينام، حلو قوي انا معاك للكلام ده. ما فيش حاجه اسمها سدد مناخير من غير سبب، يعني ما فيش حاجه اسمها ان حضرتك مولوده مناخيرك مسدوده، ما فيش الكلام ده. علاج السبب برضه بس كده، اذا كانت حساسيه نديها علاج حساسيه، اذا كان مثلا لحميه نشيل اللحميه، اذا كان انعواج في الحاجز الانفي نحل مشكله انعواج الحاجز الانفي، لا قدر الله في ورم نحل المشكله. لو عندي يقول لك انا عندي حساسيه اصلا هي الحساسيه مش هتروح، انا ما اقولكش مش هتروح. لكن لو الحساسيه ادت انك انت تدمن النقط، لا في حل جراحي مش مش بيضيع الحساسيه الوراثيه العائليه لكن بيحل لك مشكله انك انت ما تستخدمش النقط وهي النقطه الكارثيه اللي ممكن تستخدم. ما بقولكش ما تستخدمش النقط بس مش اكتر من 5 ايام. طب الحد الآمن يعني كم مرة في اليوم مثلا؟ حضرتك قلت المدة 5 ايام، هو المفروض ما استخدمهاش خالص لكن لو اضطرينا ان احنا نستخدمها نستخدمها مثلا من 3-4 مرات ماكسيمم اسبوع.
ويوقفها طبعاً. ممكن على اساس ان دي حاجه مرض عرضي، انت حضرتك لما جالك دور برد، البرد ده اخدت له ما خدتلوش علاج، هو هيقعد ماكسيمم اسبوع، بتستخدم النقط اسبوع وخلاص. لما يبقى يجي لك دور برد بعد شهرين ثلاثه وتستخدمها اسبوع اوكي، لكن لما حضرتك تبتدي تجيب، يعني انا كنت بشوف عيانين بيشتري كرتونه من الصيدليه ما بيشتريش بالواحده. انا عيان بيقول لي انا معايا واحده في جيبي دي، واحده في جيبي دي، واحده في العربيه، واحده جنب السرير، واحده في الحمام، ما يقدرش. هي فعلا مشكله منتشره دي كارثه. لا، اوجد السبب وحل السبب، مش اوجد السبب وحل السبب، لكن مش الحل انك تعتمد عليه. طيب للاسف يا دكتور وقت حلقتنا انتهى، واحنا يعني كان لسه عندنا اسئله كتيره واسئله مشاهدين، بس اكيد هيبقى في حلقات قادمه نناقش فيها كل الاسئله اللي احنا ما لحقناش المره دي. مشاهدينا في نهايه حلقتنا اسمحوا لنا نشكر ضيفنا النهارده دكتور ايسر بسالي، استشاري طب وجراحه الانف والاذن والحنجره والبورد الاوروبي لعلاج الشخير واضطرابات النوم بايطاليا. شكرا جزيلا لحضرتك يا دكتور. شكرا شكرا. مشاهدينا بكده تكون خلصت حلقتنا النهارده، استنونا في حلقات جديده وموضوعات طبيه مفيده من برنامجكم صحتك.